في كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي الحنبلي الذي يعود نسبه إلى محمد بن أبي بكر الخليفة، أن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل سأل أباه، عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل سأل أباه: يا أبتي، ما تقول في التفضيل؟ في مسألة هي ترتبط بمراتب الصحابة، أيهم أفضل من بعض، ما تقول في التفضيل؟ قال: في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان. فقلت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: يا بني، علي بن أبي طالب، وهذا الكلام للإمام أحمد بن حنبل على ما رواه ابنه عبد الله، يا بني، علي بن أبي طالب من أهل البيت لا يقاس بهم أحد. وفي نفس المصدر، يعني مناقب الإمام أحمد بن حنبل، عن ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي رضي الله عنه. وفي نفس المصدر عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت بين يدي أبي جالسا ذات يوم، فجاءت طائفة من الكرخية، كرخية سكان الكرخ في بغداد كانوا من الشيعة زائرين الإمام أحمد بن حنبل، فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان فأكثروا، وذكروا خلافة علي بن أبي طالب فزادوا وأطالوا، فرفع أبي رأسه إليهم فقال: يا هؤلاء، قد أكثرتم القول في علي والخلافة، إن الخلافة لم تزين عليا بل علي زينها. يعني شنو الحكم بالنسبة لعلي عليه السلام؟ هو الإمام علي عبر عنها بأن هذه نعله التي كان يرقعها أو يخصفها، نعله أهم عنده، أكثر حاجة إليها من مسألة الحكم، لأن مسألة الحكم بالنسبة لعلي لا قيمة لها. في كتاب طبقات الحنابلة: وسمعت محمد بن منصور، من هو محمد بن منصور؟ يقول عنه شمس الدين الذهبي، وهو أحد أئمة الجرح والتعديل عند إخواننا أهل السنة. الجرح والتعديل يعني يدرسون التراجم، تراجم الشخصيات، الرواة، الأعلام. ماذا قال عن محمد بن منصور؟ الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو جعفر الطوسي، عندنا إحنا من علمائنا الشيخ الطوسي أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن، شخص آخر. هذا عن محمد بن منصور. ثم البغدادي العابد يقول سمعته يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد الله، ما تقول في هذا الحديث الذي يروي أن عليا قال: أنا قسيم النار؟ يسأل الإمام أحمد بن حنبل، يقول له إن ما تقول، ما رأيك في هذا الحديث؟ فقال: وما تنكرون من ذا؟ شنو المشكلة في هذا الكلام؟ أليس روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قلنا: بلى. قال: فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنة. قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال: فعلي قسيم النار. وفي كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الشافعي: كان عبد الرحمن ابن صالح الأزدي رافضيا، هذه الشخصية كان من الروافض بين قوسين، وكان يغشى أحمد بن حنبل، دائما يزور الإمام أحمد، بينهم علاقة.
فيقربه ويدنيه. يعني الإمام أحمد كان يحترم هذا الشخص، يقربه ويدنيه احترام وتقدير إلى آخره. فقيل له، يا ريت مشايخ السلفية يسمعون هالكلام ويفكونا من كل هالربروبة وهذه المشاكل وهالإثارات. فقيل له: يا أبا عبد الله، يقولون للإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن رافضي، شلون تقربه هذا؟ شلون قعده بهالمكانة وتعطيه هذا الاهتمام؟ فقال: سبحان الله، رجل أحب قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا تحبهم؟ هو ثقة، أنا أقربه من هذا الباب. أحد الباحثين عدد من عرفوا بالتشيع لعلي عليه السلام أو التتلمذ على يد الإمام جعفر الصادق عليه السلام ممن أخذ عنهم الإمام أحمد بن حنبل، روى عنهم الآن تتلمذ على أيديهم أو سمع منهم ونقل عنهم، فكانوا قرابة 20 من الشيعة أو ممن تتلمذ على يد الإمام جعفر الصادق على وجه الخصوص. وللعلامة محمد بن علي الشوكاني كتاب تفسير مشهور اسمه فتح القدير، الاسم الكامل هكذا: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. في مقدمة هذا التفسير اللي قدم للكتاب يعرفنا بالمؤلف من هو الشوكاني، قال: أما عقيدة الشوكاني رحمه الله تعالى فكانت عقيدة السلف. خلصنا، عرفنا من هو المؤلف، ماشي. ماذا قال؟ أعطيكم شهادة أخرى لتأكيد هذه الفكرة. الشيخ ناصر الدين الألباني، معروف معاصر، هو من أهم علماء الحديث في هذا العصر من المدرسة السلفية نفسها. ماذا يقول عن الشوكاني؟ وهذا تسجيل صوتي أنا سمعته: لا شك أن الإمام الشوكاني إمام مجتهد وله قدم راسخة في الفقه، وهو مجتهد حتى في العقائد وليس فقط في الأحكام، وهو يغلب عليه العقيدة السلفية. ماذا يروي لنا الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير عندما جاء إلى هذه الآية الشريفة من سورة البينة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال: وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا أقبل قالوا: قد جاء خير البرية. يعني علي عليه السلام. وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد، يعني أبي سعيد الخدري الصحابي المعروف، مرفوعا: علي خير البرية. وأخرج ابن مردويه، هذا الكلام ما زال للإمام الشوكاني. وأخرج ابن مردويه، من هو ابن مردويه؟ مجددا الذهبي يقول لنا الحافظ المجود العلامة محدث أصبهان كان من فرسان الحديث، فهما يقظا متقنا كثير الحديث جدا. ماذا روى ابن مردويه عن ابن عباس؟ قال:
لما نزلت هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. وأخرج ابن مردويه عن علي مرفوعا نحوه. في مقابل كل هذا وهناك المزيد والمزيد من مثل هذا، بذلت جهود على مدى قرابة 1400 سنة لمحاربة هذه الحقائق، سواء الخاصة بأمير المؤمنين علي عليه السلام محاربتها من قبل فئة معينة، ولا نريد التعميم على من يخالفنا في المذهب فالأمر ليس كذلك حتما، بل هناك فئة معينة سياسيا لأغراض سياسية، بعضهم قلب شيء على علي بن أبي طالب، بعضهم نتيجة تعصبات معينة، على كل حال سوء تربية سوء تعليم، في النتيجة هناك فئة على مدى 1400 سنة حاربت هذه الحقائق بحق علي عليه السلام وبحق من يتشيع له. أعطيكم نموذج رواه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، ينقله عن المؤرخ المدائني المعروف، أن هذا المؤرخ قال: قامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي عليه السلام. ثم يذكر المؤرخ المدائني كيف تم تعيين زياد بن أبيه لغرض تنفيذ هذا المشروع، فقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطرفهم وشردهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم. ثم تحدث عن صدور قرار إلى جميع البلدان، وهذه كلماته التي نقلها ابن أبي الحديد: انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته، فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه. يعني لا تعطونا بطاقة مدنية، هذا معنى، لا تعطونا حقوق مواطنة، لا تعطونا حقوق إنه هو من المسلمين، وأسقطوا عطاءه ورزقه. ثم تحدث عن قرار لاحق بأن مجرد تهمة إنسان بأنه يتشيع لعلي أيضاً أقيموا عليه الإجراءات التالية: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره. فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفة، حتى إن الرجل من شيعة علي عليه السلام ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سره ويخاف من خادمه ومملوكه، إنه يروح الخادم يفتن عند السلطات إن هذا قال كذا وكذا، يجيب له رواية عن الإمام علي، يمدح الإمام علي، شيء من هذا القبيل، ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليه. حتى رفيجه صاحبه أول شيء حلفه أيمان مغلظة لا تنقل لأحد إن أنا قلت لك هذه الحقيقة عن علي عليه السلام. هكذا كانت الحرب وهكذا كانت الجهود، ولكن شو اللي حصل؟ نجحوا في شيء؟ أبدا ما نجحوا في شيء، يركبهم الخزي والعار ويبقى التشيع ويبقى علي ويبقى هذا المنهج إلى أبد الآبدين إن شاء الله تعالى. لكن المهم أن يعي هؤلاء دروس التاريخ، أن مثل هذه الجهود ما تثمر وما تزرع غير الأحقاد التي يكون مردها للأسف على الجميع. هذه الفتن يتضرر بها الجميع،
ومن الضحية؟ الإسلام. من الضحية؟ الدين. من الضحية؟ القرآن، بحيث يطلعون يجرؤون ويحرقون القرآن، يطلعون شباب مسلم يصيرون ملحدين وغير ذلك. عندما تنصب الجهود للفتن الداخلية هذه النتيجة، أن نكون ضعافا، المستعمر يأتي، المطبعون يأتون وينفذون أجنداتهم مع الصهاينة وغير ذلك من الأمور. فإذا مثل هذه القضايا وإثارتها ليس في صالح أحد أبدا. نعم قد يتضرر من هذا الطرف، لكن أيضا راح يتضرر ذاك الطرف، ثم المجموع يتضرر. عليهم أن يعوا هذه السنة التاريخية. وخلاصة القول: حقد البعض ومساعيهم لإثارة الفتن، وأكرر وأؤكد أنني أتحدث عن البعض لا أتحدث عن إخواننا وأحبابنا من أهل السنة، فهم إخواننا، ولا أقول ذلك تقية ولا أخاف من أحد، ولا علماءنا يخافون من أحد، وهم يعيشون في أوساطهم الشيعية الخالصة. عندما يقولون أهل السنة إخواننا، بل قال سيد المرجع السيستاني هم أنفسنا، هم لا يتقون في ذلك، ولسنا بحاجة إلى التقية في هذا. الحمد لله اليوم أكو دولة، دولة مواطنة، ولنا حقوق وفي دستور وإلى آخره. أخاف من ماذا؟ ما أخاف من شيء، لكن نقولها صراحة كشيء نؤمن به ونتمسك به وندعو إليه، ونتمنى أن الذين يثيرون الفتنة يغيرون موقفهم ويعون بأن هذه الأمور لن توصلهم إلى شيء، وأن يفتحوا قلوبهم لكي تزال مثل هذه الأحقاد والأفغان. وخلاصة القول: حقد البعض ومساعيهم لإثارة الفتن والأحقاد بين المسلمين وبين أبناء الوطن الواحد، والسعي للتحريض على من لم يرتكب ذنبا سوى أنه أحب عليا ووالاه وتشيع له، أن مثل ذلك ليس بالأمر الجديد. فإلى أين وصلوا وماذا حققوا؟ هل استطاعوا القضاء على التشيع؟ هل تمكنوا من إخفاء الحقائق؟ وليتذكروا أنهم بفعلتهم هذا يخالفون منهج بعض أسلافهم من أئمة الفقهاء والمحدثين، وقد قدمت لكم مجموعة من نماذج مما روي عن إمام الحنابلة ممن أنصفوا عليا وأهل بيته وشيعته، وما أتقن قول الشاعر إذ قال: كم من لئيم مشى بالزور ينقله، لا يتقي الله، لا يخشى من العار، يود لو أنه للمرء يهلكه ولم ينله سوى إثم وأوزار. هو يتمنى موت الآخرين، ولكن هذا التمني إثم وأوزار يحاسبه الله عز وجل عليها. فإن سمعت كلاما فيك، إذا سمعت إساءات فيك، فإن سمعت كلاما فيك جاوزه، وخل قائله في غيه ساري، فما تبالي السما يوما إذا نبحت كل الكلاب وحق الواحد الباري. وقد وقعت، يقول الشاعر، وقد وقعت ببيت نظمه درر، لقيت بيت شعر جدا رائع. وقد وقعت ببيت نظمه درر، قد صاغه حاذق في نظمه داري، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.